على هيدا العمل تحديدا مع السيد عماد عيسى مدير الجمعية. رئيس الجمعية. أهلا رئيس الجمعية ومديرة أيضا. أهلا وسهلا فيك سيد عماد. شرفتوا. أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبدأ معك نحكي شوي عن نشاطات الجمعية. يعني مثل ما حكينا بالبداية نحن موجودين بالريف، يعني بدون ما يكون في جمعيات دائما الناس بتلم على بعض، الجيران بيحبوا بعض، في هي اللمة الحلوة. أول شيء خلينا نحكي عن نشاطات الجمعية معك. نحن جمعية قرية البيضة تأسست في تموز 1928، قديمة كتير، وأشرت في عام 1960. من أهم نشاطاتها هي عمل الخير والإحسان، ثاني شيء هي إصلاح الأماكن العامة في القرية وإصلاح شؤون القرية ثقافيا واجتماعيا. عندنا نحن كمان نتعاون مع جميع الفعاليات ونقدم المعونات الطبية والمادية إلى الفقراء في قرية البيضة. عندنا نشاطات بنقوم فيها كثير، هي بنعمل أحياناً نحن بالصيف نشاطات فنية، نعمل مسرحيات، نعمل عندنا كورال كبار وعندنا كورال صغار، نعمل حفلات فنية بالصيف ريعة بيكون لصالح الجمعية وصالح المحتاجين في القرية. أكيد نقول تحية لكل أعضاء الجمعية، وبدي خص تحيتي الصباحية للمدام سناء بركات، كمان بدي أوجه لها تحية كتير كبيرة. أستاذ عماد، يعني سوريا مرقت بظروف كتير صعبة، يمكن دائما منلاقي انه الاهالي بنلتم على بعضنا، بنساعد بعضنا، اي قريه مجاوره تعرضت لاي نوع من الارهاب نحن دائما بنستقبل الاهالي. خلينا نحكي بهي الحقبه، حقبه الحرب على سوريا واستهداف الارهاب للقرى المجاوره، قريه البيضه شو كان عملها وانتم كجمعيه خيريه ايضا؟ قرية البيضة استقبلت كثير مهجرين واستقبلت اخواننا من سئلبية ومن محردة، كان يصير عليهم قذائف كثير، ولميناهم مرتين بخلال فترة السنة الماضية والسنة الأبلة، وكان أعداد هائلة ومنا لهم كافة المستلزمات خلال أوقات كثير قصيرة. كافة الاستلزامات من منامي، من طعام، من كل شيء. نعم. طيب خلينا نحكي معك شوي، من هن أعضاء الجمعية؟ يعني من هن أعضاء الجمعية؟ أهل القرية ولا لا ممكن يكونوا من القرى المجاورة؟ لا، كلهم من القرية، من قرية من القرية ومن كافة الأعمار. من كافة الأعمار. هلا أنا أكبرهم. نعم. بعدين أتصل فيه. نعم. سيد عماد، يمكن الجمعية عمرها قد إيه عمرها؟ من الستين أشرت، هي تأسست بال 1928. نعم، خلينا نرجع هيك بالذاكرة للوراء ونحكي شوي عن الجمعية، عن أعمالها من أيام ما تأسست إلى الآن. هي جمعية يعني صغيرة على مستوى القرية، إمكانياتها المادية تعتمد على اشتراكات أعضائها والمتبرعين من أهالي القرية وخاصة أحبائنا المغتربين. نعم، كنتوا تعملوا مهرجانات، كنتوا تعملوا إيفنتات أيضا؟ تماماً قبل الأزمة. كان عندنا كل سنة في مهرجان بالصيف، والسنة إن شاء الله بدنا نحاول. طبعاً نحن من سنتين عملنا مهرجان على مستوانا خفيف كتير صغير يومين كان، وإن شاء الله السنة حنحاول بالاتفاق مع المحافظة على مهرجان البيضة يكون أكيد. إن شاء الله 2019 وتكون سوريا بألف خير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يعني ليا دائما ظروف الحياة دائما متغيرة والاحتياجات متغيرة. خلينا نحكي اليوم، يا ترى كل فترة وفترة ما بيكون في نشاطات متغيرة أو متجددة للجمعية عم تسووها؟ طبعا كل فترة، هلأ في مناسبات مثلا بأعياد الأم، بأعياد المعلم، نعمل عصرونيات هيك وحفلات للأمهات المعلمين، وبالصيف بنعمل كمان حفلات مهرجانات وحفلات. مستقبلا شو راح يكون في تحضيرات؟ ان شاء الله ان شاء الله مهرجان البيضة 2019 ان شاء الله، ان شاء الله مع الحفلة الفنية اللي في نهاية الصيف. نعم. ونحن ايوه تفضل. خلص الحفلة الفنية في نهاية الصيف. نعم. استاذ عماد، يعني هيك بدنا نستغل وجودنا بقرية البيضة ونحكي عن هي القرية اكثر، يمكن انت اجدر بانك تتكلم عن هذا المكان الجميل، يعني بعدها محافظة على جو القرية، بعدها محافظة على يمكن المعالم يلي فيها، خلينا هيك نحكي اكثر. حافظة أستها على الجو، على الطيبة، على التعاون بين الأهالي بكل المجالات، بكل المجالات تعاون مع الأهالي. نعم.
طيب خلال الحرب يمكن اكيد كان في صعوبات يمكن عم تواجهكم، خلينا نحكي اليوم عن ابرز الصعوبات. يعني 8 سنين مروا يمكن على قريه البيضه مثل كثير مناطق بسوريا، خلينا نحكي عن ابرز الصعوبات اللي يمكن اللي حدد من نشاطكم بالجمعيه وكيف قدرتوا تتغلبوا عليها. اكيد والله توقفت الجمعيه فتره محدوده، كل نشاطاتنا الفنيه توقفت نتيجه الظروف البلد والشهداء والمرحله كثير صعبه والامور الماديه كثير 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 اثرت. من فتره من 4-5 سنوات نشطت الحركه الجمعيه عندنا، بلشنا نلم تبرعات من شبابنا من المغتربين ومن اشتراكات الاعضاء لتحسين الوضع، وان شاء الله امورها كويسه تحسنت كثير ان شاء الله. اكيد الله يعطيكم العافيه. هيك يعني ضمن صباحنا يعني حبينا نضوي على اعمال الجمعيه الخيريه في قريه البيضاء. نحن كثير بدنا نشكرك، واهلا وسهلا فيكم وشرفتكم بقريه البيضاء. 100 اهلا وسهلا فيكم. نعم شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيك. يا اهلا. لا يسار الوقت لنعرف المشاهدين على قريه البيضاء بالتقرير التالي.